أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. على الرغم من إقرار السلطات في العراق في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية بتسبب ما يعرف بنظام المخبر السري الذي أقر في عهد رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي كأحد أساليب تحصيل المعلومات الأمنية آنذاك بانتهاكات إنسانية وقانونية واسعة، إلا أن آلاف المواطنين من ضحايا هذا النظام ما زالوا في السجون، فيما يطالب ذووهم السلطات بإعادة محاكمتهم أو السماح لهم باستئناف الأحكام التي صدرت بحقهم بناء على معلومات المخبر السري التي لا تخلو في حالات عدة من الكيدية. ويقضي نظام المخبر السري الذي ابتدع في عهد نور المالكي كأحد أساليب تحصيل المعلومات الأمنية بمنح مكافآت مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات أمنية، وعادة ما تتبنى قوات الأمن هذه المعلومات في التحرك ضد الأشخاص الذين يستهدفهم المخبر السري. وقد تسببت وشايات من عملوا في إطار هذا النظام في زج عشرات الآلاف من الأشخاص في السجون، علما بأنه تم تقديم معلومات غير صحيحة في كثير من الأحيان طمعا بالمال أو بسبب عداوات أو مشاكل شخصية. وقد أقر مجلس القضاء الأعلى في العراق عام 2014 في بيان رسمي له عقب أشهر من تشكل حكومة حيدر العبادي خلفا لحكومة المالكي آنذاك بتسبب هذه الآلية بمشاكل عدة وإلحاق الظلم بالمواطنين. وقال رئيس المجلس آنذاك مدحت المحمود إن 498 مخبرا سريا فقط في العاصمة بغداد تمت إحالتهم للقضاء بتهمة البلاغ الكاذب، متحدثا عن رفض أن يكون القضاء جسرا للسياسيين بحسب قوله. وفي سياق الحديث عما يعرف بالمخبر السري في العراق، انتشر مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي لأحد المخبرين السريين المدعو أحمد الحمدان العراقي، وهو يعترف بانتهاكات حقوق الإنسان وحملات اعتقالات نفذت تحت وشاية المخبر السري المزيفة. دعونا نتابع ما قاله هذا المخبر السري. المخبر السري مع جهاز الأمن الوطني العراقي من عام 2006 لغاية عام 2015 أحمد حمدان المحمود العياش السامرائي، من ضمن فبركة كذب المصادر والمخابرات، يعني المركزية مال المصادر مال الفريق مال صلاح الدين قسما بالقرآن الشريف، أقل واحد اعتقل لفد 7,000-8,000 واحد بريء. إذا ما عندك واجب، يعني أنا فريقي في صلاح الدين في تكريت، إذا ما عندنا واجب يروحون يجيبون سيارة عتيقة 300-400-500 دولار مكسرة، ويجيبون 4 جريكانات 5 جريكانات وش كم عصعوص تي ان تي، ويسووا لها فتيله ويحطوها يم بصف فلكه العلم ولا على الطريقه الناعمه، ويبلغون عليها الامريكان ولا الامن الوطني. المصادر والمخبرين السريين والمخابرات اللي كنا نشتغل وياهم عباره عن تدمير العراق ومحافظتنا. انا اشتغلت على تدمير المحافظه، يعني لازم تبلغ على الضباط، لازم تبلغ على الشخصيات الشريفه، لازم تبلغ على كل من يريد يصون ويحفظ عرض المدينة وشرف المدينة، لازم نروح نرتب له قضية إرهاب. المصادر يعني أنا جاي أقول لك أقل من جزء من 1% داعش ارتكب جرائم. المصادر في تكريت وفريقي قسما بالقرآن الشريف، يعني عندي أدلة، أنا أعرف ومتأكد عندي أدلة، وما حد يقدر يكذبني لا في العراق ولا خارج العراق، إنه مسؤول هو فريق المخابرات مسؤول عن القتل والجرائم والتهجير والتصفيات والاعتقالات والسجون هو فريقي، لكن كان مدعوم من الحكومة، من المخابرات، من الأمن الوطني، من الاستخبارات، من الدول، من أمريكا، هذا هو فريقي. وكشف ناشط عن بعض الصور للمخبر السري الذي كان
الذين كانوا سببا في تهجير بعض المخبرين السريين، والذين كانوا سببا في تهجير واعتقال الكثير من الأبرياء في السجون من أهل الموصل بحسب ما تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول. أول مرة بالعراق كشف صور المخبر السري، وإن شاء الله راح أنشر بالأيام القادمة كل الصور اللي توصلنا اللي ما يسمى بالمخبر السري إلى أن نقضي على هاي الظاهرة اللي أكلت العراق والعراقيين. هذا الشخص الأول اسمه راكان شمدين، ملقب بشيخ روكان. هذا الشخص الثاني فرحان محمد خضر، ملقب بالطفاش. اخواني اثنيناتهم من سكنة الموصل، يبلغون مخبر سري، يبلغون للميليشيات وللأشخاص اللي يحسون عندهم أموال. كلكم تعرفون المخبر السري سوى بالعراق. الشخص الأول اللي هو راكان يسكن بالجانب الأيمن، تحديدا منطقة اسمها حي التنك، والآخر بالجانب الأيسر اسمها حي الميثاق. أهل الموصل يندلون هاي المناطق. أخوتي أصدقائي، وصل الصوت حتى نكشف كل الأسماء ونقضي على هاي الظاهرة اللي دمرت العراق والعراقيين. أهم نقطة نريد نوضحها، هذول القضاء ساندهم، يعني متواطئ وياهم. تفاعل عراقيون مع هذه المقاطع ومع موضوع المخبر السري، ومنهم من غرد وقال على تويتر حول موضوع المخبر السري. دعونا نتابع بعض التغريدات. مهند يقول: هكذا تم تدمير بعض المحافظات، وهكذا تم اعتقال أبنائهم بذريعة المخبر السري. يقول: اعترافات مخبر سري خائن لشعب العراق. أحمد حمدان السمرائي. أحمد العلواني هو الآخر غرد وقال: هذا اعتراف بملء إرادته وبعيد عن الضغط والترهيب. يقول: يجب فتح كل الملفات التي كانوا يشرفون عليها هؤلاء المجرمون. هناك الموضوع، هنا الموضوع لا يتطلب عفوا عاما، بل إعداد لجنة خاصة تمثل من جميع الجهات المختصة، وإعادة التحقيق وتعويض المتضررين من المخبر السري. هل يوجد برلماني شريف يقول يوجه إلى القضاء أو يتوجه إلى القضاء الآن؟ نوفل الصياح الحمدان يقول: وأين القضاء من هذه الاعترافات كونه شارك في تدمير المدينة وأرامل وأيتام وحقوق ناس؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. دكتور ماجد محمد يقول: المخبر السري أحمد حمدان يعترف، يقول: نسبة الأذية التي سببتها عصابات داعش للمواطن لا تتجاوز 1%، يقول نقلا عنه، وباقي الأذية نحن المخبرين السريين والأجهزة الأمنية شركاء فيها، فكنا نحن من يصنع السيارات المفخخة وغيرها. طبعا الموضوع كما أشرنا، موضوع المخبر السري، اعترفت الحكومة واعترف القضاء بأن هذا النظام أدى إلى زج الآلاف من الأبرياء في السجون بسبب وشاية كاذبة. وكما أشرنا في بداية الحلقة بأن رئيس المجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود آنذاك قال بأن فقط في بغداد تم إحالة للقضاء 498 مخبر سري بسبب البلاغ الكاذب، وتحدث عن رفض أن يكون القضاء في العراق جسرا للسياسيين بحسب قوله. معنا أبو عراق من الفلوجة. مرحبا بك أبو عراق، كيف ترى موضوع المخبر السري واعترافات هذا الشخص اليوم في هذا المقطع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. أخوي أستاذ عمر، أنا أشكرك وأشكر هذا البرنامج الطيب اللي يريح أكثر الشعب العراقي. أستاذ عمر، نعم، يعني خلني جيها من باب أول. المخبر السري هذا لو ما مسنود والحكومة والميليشيات وياه ما يقدر يشتغل أي شيء. أما الأستاذ مدحت القضاء الأعلى، ليش هو ما يدري؟ أستاذ عمر الله يخليك، ليش ما يدري هسه السجون مليئة بالمظلومين؟ عمي احنا طالبنا بالعفو، هسه ما قلنا لكم. عمي طلعوا اللي إيده ما متخطخة بالدم، اللي ما متورط بالقتل،
طلعوا هذا البريء اللي امه وجهاله وابوه صار لهم سنين يبشون عليه. يعني كافي كافي يا استاذ عمر، والله والله تعب احنا الشعب العراقي تعب الناشف يا اخي. انا بس اسال خلال برنامجك ولا واطيل عليك، هسه اذا سال الحكومه هم السرابين الاسرائيلي اللي جاي يسوون بالفلسطينيين يرضون هالشعب يعني يرضون هذول الحكومه؟ اذا ما رضوا فعمي هاي اسرائيل دوله او هاي فلسطين، مو انتوا سويتوا ازيد من اسرائيل عمي، وانتوا سويتوا بشعبكم ازيد من اللي سواه اسرائيل بالفلسطينيين. يا استاذ عمر ولو اطول عليك يا اخوي العزيز، والله احنا اذا ما تنزال هاي الحكومات ونخلص من حتى بالقضاء، القضاء يا عمي قضاة مرتشين عمي كلهم، ولا انت يا القاضي الاعلى روح طب السجن شوف اكشف ملفات عمي اكشفها، افتح 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 سجلاتهم شوف البريء طلع، واللي عنده قد الشعر خليه عمي كافيه عاد كافيه. أشكرك أبو عراق من الفلوجة، كان معنا أبو عراق. أبو علي من أبو غريب، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علينا وعليك، يا أهلا وسهلا. والله يا عمي هذا المخبر السري، أنا أبو غريب وأبيع جرايد يم كلية الزراعة، وشفت أكثر من ياخذونهم على أساس المخبر السري. هو اللي يجي للزراعة هذا المرتب يعني النظيف، وعلى قولته بالمثل ويشوفون ابوه متمكن وما ادري شنو ياخذونه على مود ياخذون من عنده فلوس. انا احكي لك الواقع. هذا 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 مو الجيش العراقي، هذا يسمونه جيش سعد الحلي. لا عبالك شخص واحد نظيف ومرتب يعني ويعني وابوه يعني متمكن وعنده فلوس ياخذون على مود ياخذون من عنده فلوس، ويقول ومن ياخذونه يقولون المشتك عليه المخبر السري. هو لا مخبر سري ولا كل شيء. انا احكي لك الواقع، وانا شفتها بابو غرباني كنت اقف يوم كليه الزراعه ابيع جرايد. والله انا كل ما اسال على رجال يعني مرتب نظيف يقولون اخذوه. ليش اخذوه؟ وليه حد الان اكثر ابو غريب ماخذينهم ومرتب يعني وجميل وما ادري شنو وياخذونه؟ هذا نعم. هذا مو ابو علي من ابو غريب كان معنا. ابو علي من ابو غريب. نذهب الى موضوع اخر، حيث تحدث النائب المستقل عن محافظه النجف هادي السلامي، تحدث وكشف عن ملف فساد جديد في وزاره التجاره. وبحسب النائب فان وزاره التجاره تقوم بشراء علبه معجون الطماطم المصنوع في الصين ب3700 دينار عراقي، فيما أن سعرها في الأسواق المحلية العراقية تبلغ 1000 دينار فقط. دعونا نتابع ما قاله النائب هادي السلامي حول هذا الموضوع. هذا معجون اللي هو الأويس، معجون تشتري وزارة التجارة، وزارة التجارة تشتري ب3700 العلبة الوحدة، 3700 دينار العلبة الواحدة تشتري وزارة التجارة، في حين بالسوق موجود بألف دينار. الآن بالسوق موجود سعر 1000 دينار. هذا موضوع تناقض كبير، وعملية هدر المال عام. بالسوق بألف دينار وزارة التجارة تشتري 3700 دينار. طبعا الشيء غريب أنه عملية الفساد واضحة جدا. إذا كانت وزارة التجارة تشتري المعجون الصيني 3700 دينار، موجود معمل السماوة، في معمل السماوة معجون عراقي ب 1600 دينار. فهذا تناقض كبير. في مرة رئيس الوزراء أو السلطة والبرنامج الحكومي هو دعم الصناعة المحلية، تشغيل أيدي العاملة، تشغيل الصناعة العراقية، في حين الصناعة العراقية جيدة ورخيصة، ولكن وزارة التجارة لا تشتري من المعامل المحلية. تحدث ناشط عراقي في مقطع على منصات التواصل الاجتماعي عن تهالك مبنى دائرة التموينية في قضاء الشرقاط بصلاح الدين، وطالب ببناء مبنى جديد يستوعب أعداد المواطنين الكبيرة بدلا من البناية الحالية التي هي عبارة عن ركام وأنقاض، والتي
تسبب معاناة كبيرة للموظفين وللمواطنين المراجعين. فلنتابع ما قاله هذا المواطن. خلفنا قضاء الشرقاط، هاي دائرة التموينيل قضاء الشرقاط، دائرة متهالكة مفلشة، يعني معقولة قاعدون دائرة مال التموينيل؟ هاي البنايات اللي انكسرة تقبلون تقعدون فيش بنايات؟ هاي الناس الازدحام سبب ضيق المكان، لا يستوعب هيش أعداد كبيرة من المواطنين. المفروض أنه تتم إنشاء بنايات كبيرة وتكون مكانها جيد وتحتوي، تقدر يعني تستوعب أكبر عدد من المواطنين. اليوم ما يصير المواطن الشرقاطي، يعني كل الشرقاط اليوم ونواحيه بما فيها ناحية آشور، يعني اليوم هاي مثل ما تشوفون هاي اليوم سرب استساح للأيسر ناحية آشور، وهيش المكان الازدحام، لأن يعني المكان ضيق ومكان صغير جدا، يعني لا يستوعب هكذا أعداد. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذا الموضوع وهذه المقاطع. يقول عيدان: الرز نوعية رديئة جدا. أما زكي فيقول: عمي لو تنطون الناس فلوس الحصة أشرف وأحسن، وتخلص الدولة من السالفة وتبري ذمتها، مو أحسن لا تمنزين والدهن نوعية غير جيدة. الحاج أبو زياد يقول: معمل معجون النعمانية في محافظة واسط يكفي العراق كله ويصدر الخارج، لكنه متوقف يتساءل لماذا. أبو محمد الراشد يقول: بلد تايه، الفساد في كل حلقاته. نعم، معنا اتصال أم خضر من الفلوجة. أهلا أم خضر، تفضلي. أنا وياك أستاذ عمر. أهلا وسهلا، يا هلا بيك، تفضل. أنا عند هذول المفقودين وليدي، والله نشوفهم بالصور ندخهم تخليهم قلوبنا ورط، والله كل شيء ماري بوليدي، بس كيف تدعون لديهم وليدي؟ بس تدعون لديهم. نعم، شو وقت انفقدهم ومنو أخذهم؟ وليدي غرباتنا مرت عليهم، والله ما أريد كل شيء، والله سلمنا على المعلومات الأمنية وخذاهم ما أدري بيهم من. يا سنة بالتحرير، والله يا وليد بالتحرير. نعم، بيا منطقة، من يا منطقة أخذوهم؟ منطقة الستر والصقلاوي. ها نعم، والله دحق داعبيهم الصماجر، والله العظيم شوفونا هم وين راحهم، والله دحنا، والله دحنا، والله دحنا وليدي، والله دحنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش قد أعمارهم؟ أم خضر إيش قد؟ والله جوزي عمره بالستين سنة وليدي عمره بالـ29 سنة. خلى مريته يعني زوجك وابنك أخذهم؟ إي وعيالي هم، بس اللي أنا زوجي وأهلي خاتم الدواعش، بيتي أخويا وولدي كلهم الدواعش. ما بس من مسدس يقول أنا ابن رئيسي يجيبون مثل صابونة على ابني، يقول أنت مسجل بالحاشد، يخلوني أنا مسجلنا بالحاشد، يقول والله ما سجلنا بالحاشد، إحنا نتخوف من تلاجلة، شو ما بينا عبالي هم سلمنا هم قالوا بالمخلي واتفقت شيء ما يبدونه. نعم والله وليدي هملكم بها أجا بعد قلبي. الله يعينكم، نسأل الله أن يفرج عنهم. نعم. أنا أحد من اللي يقضون كم سنة جرأت اليدي. زين أم خضر، ما راجعتوا شرطة دفاع سجون؟ أي شفتهمتوا؟ شو يقولوا لكم؟ يقولون مفقودين ما لهم أي أثر. والله ما في صور تطلع عليهم نشوفهم. الله يعينكم، طلعوا في الصور. والله وليدي شوفهم، والله قدموا ندفق عليهم، بس عاد لا حول ولا قوة. الله يعينكم، نسأل الله أن يفرج عن الأبرياء. أم خضر من الفلوجة كانت معنا. أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل أبو عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أخوي؟ يا هلا بيك، الله يحفظك ويسلمك ويخليك. أستاذ، شغلة المخبر السري ترى شغلة كثيفة وشغلة جايفة، مع احتراماتي للمشاهد الطيب مثل وجهك. نعم. مع احتراماتي لك ولقناتك. نعم. يعني جايبين واحد قدر حشاك نذل ماكو، يبيع 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 بنته وضميره ويبيع عرضه بدينار، من عيخبر على ناس ابرياء ويلفق لهم هاي التهم، واكو موجودين ومسوي له ملف، ماكو مسوي له فايل بس ينزلون بعدد وتاريخ وشهود موجودين. يا عمي جتنا ناس دايحه، جتنا ناس دايحه ماكو. ويقول لك المخبر السري، يا عمي المخبر السري دمر الدنيا، رمل النساء، يتم الجهاز، يعني شلون هاي الشمدو؟ نعم. والود نرجع ونقول، يقول لك والله التموينية. أستاذ العزيز، أنت أرجع على قبل 2003، قبل الاحتلال الأمريكي، جاء إبراهيم القذر، جاء الناس القذرين. تعال شوف أنت
ذاك الوقت التموينيه كم نوعيه من التموينيه اكو. العراقي مكتفي بالتموينيه تجي من الدوله. انت ما تقول لي دوله وهذاك واحد يعلق والله يريد فلوس. وخلي نقول يا فلوس عمي هو حقك عيب ابوه. يا فلوس انت فلوس بيد منو؟ بيد ناس سواق حراميه؟ يعني هيش راح يقول لك هات فلوسك هاي مال التموينيه؟ يا عمي انت شيخ قبل 2003 وزاره التجاره ايش قد يصرفوا لها كانوا مال التموينيه؟ وشوف هسه ايش قد يصرفوا لها؟ ايش قد الكميه قبل وايش قد الكميه هسه؟ اكو ناس تطلع تحكي يقول لك والله ذاك الوقت يا عمي بلا مسميات بلا كل شيء، والله قبل 2003 احسن يا عمي، العالم متحابه والعالم ماكو متكاتفه، هسه جانا المخبر السري وجتنا الناس الدايحه حيش السامعه قامت تحكم، ويجي يطلع لك هي اللي يجي يطلع ماكو مع احترامات لو قنوات الطيبه، يطلع يقول لك انا كنت معارض صدام حسين، قل له حش السامع كل ابن الكل كنت معارض وين كنت؟ لا لا بدون غلط ابو عبد الله ارجوك. أبو عبد الله من صلاح الدين كان معنا، طبعا المتصل هو يتحمل رأيه وغير مقبول موضوع التجاوز أيا كان الموضوع. أبو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. العراق قصيدة الشعراء الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثرى آذارا وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين. بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو خطاب من الانبار. تفضل ابو خطاب. ابو خطاب هل تسمعني؟ ابو خطاب. عبد الله من بغداد. عبد الله من بغداد انقطع الاتصال كذلك مع عبد الله من بغداد. مع استمرار انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات في العراق وشح
تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء تزداد معاناة الفلاحين في القرى والأرياف، وخصوصا في محافظتي ديالة وصلاح الدين شرق وشمال شرقي البلاد ومدن أخرى جنوبي العراق. وأطلق مسؤولون محليون تحذيرات من موجات نزوح من القرى المتضررة بسبب الجفاف، بالإضافة إلى تضرر الثروة الحيوانية وزيادة التصحر وخروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الخدمة. في العام الماضي شكل البرلمان وفدا نيابيا للتوجه إلى أنقرة وطهران لبحث أزمة المياه وحث البلدين على تقاسم الضرر مع العراق. وكان وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني قد أكد العام الماضي أن بلاده تواجه وضعا مائيا صعبا للغاية بسبب سياسة إيران الأخيرة تجاه العراق بعد قطعها عددا من روافد الأنهار وتحويل مجرى أخرى عن العراق، لافتا إلى الإخفاق في التوصل إلى اتفاق معها. كما حثت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت جيران العراق على بدء حوارات حول تقاسم المياه في ظل أزمة مالية أو في ظل أزمة مائية ضربت العراق منذ عام 2021 نتيجة تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع إيران وتركيا، وحذرت من أن انخفاض النشاط أن التخفيض النشط لتدفقات المياه من البلدان المجاورة إلى العراق يمثل تهديدا خطيرا آخر. وفي سياق شح المياه ومعاناة الفلاحين العراقيين تظاهر فلاحو ناحية الإسكندرية في محافظة بابل بسبب شح المياه. دعونا نتابع هذه الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. جرجافة مي خلاص ما عدنا لا مي شرب ولا مي غسول، تركنا الزرع الحلال كله مات، فإحنا رايدين توصيل المياه لمنطقة الجرجافة. هاي صار أكثر من سنة صار المشروع واقف، ماكو مي، ما يصير هسه إحنا قطعنا الشارع حلة كربلة وما نرجع إلا تنفيذ مطالبنا، إنه لو يلغون هذا المشروع لو يوفرون البديل. احنا نريد البديل، ليش يسدون النهر وما يحطون البديل؟ دمرونا والله انتهينا، يعني الناس قامت تهاجر من الريف للمدينه قامت تطلع. الحكومه المحليه في شمال بابل احنا نطالب بكل الحقوق وليس فقط المي، الكهرباء بعد كم يوم راح تنقطع وهم راح تصير نفس المشاكل. فاحنا كل مدراء الدوائر احذروا غضب الحليم اذا غضب، وغضبوا الحلماء ذولا طلعوا اليوم جزء منهم، والله نقلبها زلزال عليكم. كافي عاد واشتغلوا عدل، فكل مسؤول خليه يدير باله على موقعها، لان هاوين الغير المدراء جميعا والله اذا كان تقصير وكذب. واولهم المحافظ نعم. ما يكذب يدري كل العلم يدرون، هو كل عطل ماكو شوال وسخ وساد المي كل شيء ماكو. طيب هاي البحيرات منين قاعد يقومونها ميها؟ والاسكندريه تقول قاعد تعتذر يوم بعد يوم مي غسول ما عندنا. كما قام أهالي الشريعة في محافظة كربلاء بقطع الطرق احتجاجا على انقطاع المياه عن مناطقهم. دعونا نتابع هذه الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. ما شاء الله على سياسيين كربلاء كلهم اجوا للمظاهرات على مود معاناة المواطنين. دزونا ما شاء الله دزونا الشغب حتى شنو حتى يأذون بس الأذية، اما السياسيين لا حد حضر ولا حد شافنا ولا حد وصلنا. ما شاء الله على سياسيين كربلاء يجون بس وقت الانتخابات، وقت الانتخابات يجون ما يقولون هاي المناطق نائية.
تفاعل عراقيون كثر مع هذه الصور ومع وضوع شح المياه ومعاناة العراقيين مع هذا الملف، ومنهم من علق وقال على فيسبوك: أسعد الأسد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: دولة فاسدة ملتهية بالحرمنة، أنا من الجنوب، الجفاف عندنا 100%، الأهوار صار الصحراء بسبب هالدولة، ما حد يمر علينا ولا واحد يعرفنا وين ساكنين. يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، على هيج حكومة طاغية كما يقول. أما شفق فيقول أو تقول: سياسة تصحر العراق طبقت منذ الزمن وبموافقة أصحاب القرار في بلد الظلمات. أمير صالح يقول: الله يعينهم بهالحرب وبهذا الشهر الفضيل وماكم ماء، شلون يكملون يومهم. حسين الصياد يقول: المي كله محول لقاع العتبة وكلها سيح، مو واحد مسولف لي يقول شوف عيوني كما يقول حسين الصياد. معنا اتصال أبو فارس من صلاح الدين، تفضل أبو فارس. حياك الله سلام. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. ورمضان مبارك علينا وعليك، الله يتقبل الطاعات على جميع المسلمين. آمين آمين أجمعين. الله يسلمك أستاذ فارس. أنا عندي كم نقطة أريد أوصلها من قناتكم إن شاء الله. تفضل تفضل عيني. أول شيء أريد أستشيرك بشغلة واحدة بس، أنت جاوبني، أنت كادر قناة تجاوبني. إذا حكومة العراقية أنت كل عائلة عراقية 100,000 يأثر على الحكومة؟ والله هذا تدري أنت يعني هذا إيراد لدراسة اقتصادية زين، هاي شهريا لكل عائلة لو تقصد مثلا للمحتاج؟ لا المحتاج اي طبعا اي لا اكيد هذا هذا واجب، بدل ما هذا واجب دستوري وقانوني على الحكومة. نعم. بدل ما يروح ينطي سجناء السياسيين اللي كلهم شاردين بأوروبا 20 مليون وشهرية كل عائلة 20 ورقة، كل نفر 20 ورقة، وقاعدين بأرقى دول أوروبية ومتربعين ويأخذون جيعان 1,000 متر 2,000 متر وحدائق ومنتجات وما أدري شنو، وشعب العراقي هنا ميت من الجوع ما يقدر يساعد الحكومة. نعم. والشغلة النقطة الثانية، والنقطة الثانية شنو؟ الخريج والخريجات بالعراق خاصة بس الصحة تعيينه فوري، تربية ماكو، زراعة ماكو، يعني كل يعني الدوائر الأخرى ماكو بس الصحة، ليش باقي الدوائر هذول الخريجين من يكملون وين يروحون؟ نعم. والنقطة الثالثة هسه قضاء توصور ماتوا قاعد يحفرون الشوارع، يسوون مجاريات وما أدري شنو، شركة تركية يحفر الشارع يعوفه، البوار الماي كله ينكسر، والمواطن قال له يا أخي عندك هاي البوري مال المجاري أنت تخليه هذا مكسور، يقول له معود عوفه يكملها وتفليت يسوي فوقها ويعوفه ويروح، والتالي الشارع نازل، وتعال أنت بحالك جيب القناة قناتكم الرافدين وجيب وتعالوا على قضاء طز وصوروا وشوفوا الحالة العالم بيها كل صاير طين وماي وصاير فيضانات ما يقدرون يسوونها، مقاول مشترك ويا نائب، والنائب مشترك ويا محافظ، ومحافظ مشترك ما أدري ويا منه، كلهم بواقع كلهم بواقع. نعم. أدري حكومة من يكون عنده هيئة نزاهة وما أدري شنو ما يقدر يتابع هذولا. نعم. وهسه أنت أكثر شيء لا تروح بعيد، شوف حال الفقر المدمرة في العراق. أنت جانا عادل عبد المهدي ينطينا عدس، جانا محمد شياح فداني ينطينا نشاسته، شو يسوي بنشاسته؟ أبيض بيها وجهي؟ نعم. بيابا ما أريد نشاسته، ينطيني حقوقي، ينطيني حقوق نفطي، ينطيني حقوق تعيينات، ينطيني حقوقي كمواطن عراقي، شو يسوي بنشاسته أنا؟ نعم. هاي نشاسته خلي فيده. نعم. وأشكركم شكرا جزيلا. أنا أشكرك أبو فارس من صلاح الدين كان معنا. أبو خطاب من الأنبار يعاود الاتصال بنا. أبو خطاب. اهلا وسهلا، يا اهلا بك ابو خطاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ عمر؟ يا اهلا بك، حياك الله، يا هلا استاذ عمر. انا عندي مناشده، عندي اخواني نعم من 2016 شالتهم، ما نعرف الحكومه يعني سيارات حكوميه خذتهم من نعم. واحد من بيت واحد من الشارع، وابن نعم. اخوي هم من البيت من 2016 شهر 12 نعم لحد الآن ما خلينا لا حاسبة، ما خلينا لا سجون، ما خلينا كل شيء، ما لهم أي ذكر. وزن مخبار 2 شياب، واحد
هو ابنه واحد، واحد 51 مواليده وواحد 55، والله حتى شوف ما يشوف عمه. نعم. هو هسه لحد الان احنا اني شنو يعني شنو مدعومين يقول لي وين مكانهم؟ عرفتوا عنهم شيء؟ ما اعرف انا، اخذتهم اخذتهم الحكومه اخذتهم. يعني جيش يعني شرطه ميليشيات سيطره واحد منهم لا جيش لا لا جيش جيش اخذهم واحد منهم اخذوه 59 لواء 59 نعم واحد اخذوه ما ادري سيارات سود ويا زوجته حافظوا زوجته بالمكان واخذوه وراحوا واحد جاء موالد ابنه هم جو علي من البيت اخذوه وما نعرف علي ايش اخذوهم من اخذهم وين راحوا من 2016 نعم. لحد الان ما تعرفون عنهم اي شيء يعني ما خلينا خلاص وما تعرفون اي شيء عنهم ما نعرف اي شيء عنهم اخذوهم وراحوا ما يعني لو اذا ميتين خلينا نطولنا اياهم صار دفنهم ونرتاحهم زوجاتهم وامهاتهم واطفالهم نعم. طيبين عندهم شيء خلينا يطلعونهم يحاكمونهم محاكمه اذا اكو عداله بالعراق بس وين اكو عداله بالعراق نعم احنا تحدثنا بدايه الحلقه ابو خطاب عن المخبر السري برايك المتسبب باعتقال يعني اخوانك إيه هم إيه هو المخبر السري إيه هم شياب ذي المكبار نعم يعني شنو عداوات وشنو ها عداوه ما اعرف غير هي اكو غير المخبر السري ما اكو غير المخبر السري الله المعين إيه يجي المخبر السري انطى اسمه وخلص يكرهك يروح يحطك بهاي البير العظمى ما يصير خلون الله بين عيونهم وهذا رمضان خلي ينطون عفو يطلعون الناس المفقودة الناس المتعزية تعزينا والله تعزينا لا حول ولا قوة وأنا أشكرك أبو الله يعينكم أنا أشكرك أبو خطاب من الأنبار كان معنا نذهب إلى ملف آخر حيث تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا لاعتداء قالوا بأنه اعتداء حماية النائب عدنان فيحان على المتظاهرين المطالبين بتوفير الخدمات وإنهاء الفساد حيث تم الاعتداء عليهم بعد رفضهم دخول النائب إلى منطقة المحاويل وناحية الإمام في بابل فلنتابع علمت نادي وشكو طلع على الفاسد خل ينزل خل ينزل خل ينزل خل ينزل روح خل ينزل انزل فاسد وسام فش وخر 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 عندي اسكت كاف فاسد علي روح رفض أهالي المحاويل محاولات الاستيلاء على دائرة الرعاية الاجتماعية ونقل مشروع مجاري الناحية من قبل الأحزاب والميليشيات المتسلطة في الناحية كما قالوا دعونا نتابع لجريمة النكراء أن يقدم فيها نواب السوء ونواب الخيانة ونواب التجويع ثم يقدم الناهب الدجال دجال جبلة عدنان الفيحان على أن يهتك حرمة شهر رمضان المبارك من جديد ويعتدي على أحرار المحاويل أي دجل هذا وأي نفاق يا خونة العراق يا خونة بابل كان الأجدر بك يا عدنان الفيحان أنت وعلي تركي وشيخ طهران مخيف وأحمد الفواز ومهد جنابي وحنون الفتلاوي أن تعتدون على وسام أصلان محافظ التزوير وقبله محافظ بابل حسن من دين المجرم النبل صاحب الجريمة النكراء في القفز على القطع السكنية في محافظة بابل
نظرا إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع، حسن الحسناني قال عصابات النائب كما أسماها عدنان الفيحان اعتدت على المتظاهرين بالسلاح وأمام أعين القوات الأمنية. أبو حسن صايد الجميلي يقول الشرطي بس على الفقير يطلع عضلات. محمد ألطاء يقول هذا استهتار للسلاح المنفلت. علي حامد يقول دولة الفقير لازمين الفقير ومخلين أبو السلاح يتهدد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. أهلا بكم من جديد. طلب عراقيون تحت وسم إقرار سلم الرواتب بتعديل سلم الرواتب وإنصاف شريحة الموظفين من ذوي الرواتب المنخفضة في ظل صعوبة الحياة وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد. تحت هذا الوسم غرد عراقيون كثر ومنهم مسلم يقول الموظف العراقي في أغلب الوزارات غير قادر على أن يلبي أبسط احتياجاته واحتياجات أسرته. أغلب الموظفين اليوم مديونون، يقول أغلبهم يعيشون الكفاف بل فقر بسبب قلة ما يتقاضونه شهريا من مستحقات لا تتلائم مع ارتفاع الأسعار وأزمة السكن والنقل وغيرها من المتطلبات. شهد تقول كفى ظلما للموظفين. أما صادق الفضل فيقول أخوان ترى أكو موظفين رواتبهم 350 ألف، يعني 15 يوم بالشهر ما يوصل خلال هالأزمات اللي في العراق من ارتفاع سعر الدولار مما يقابله ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية. دعاء الخفاجي تقول إقرار سلم الرواتب مطلبنا، سلم الرواتب الجديد. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على إنكار العبادي لجرائم تغييب العراقيين والذي يعد التفافا صريحا على الحقائق. المزيد في سياق هذا التقرير المصور. بالإعلام طلعت فيديو تذكرون، ادعت الجهة أنه هاي إيش سويناها هي من خارج العراق وداخل العراق في سوريا. تصريحات صلفة لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بلا ضمير إنساني لتبرئة الميليشيات من جرائم قتل وتغييب قسري لأبناء المدن المنكوبة إبان عهد حكومته، غير آبه لصرخات أمهات المغيبين قسرى ممن ينتظرن معرفة مصير أبنائهن وأزواجهن، وسط استهجان شعبي من تصريحاته التي تفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا وثائق صادرة عن مكتب العبادي تؤكد جرائم خطف المئات من الضحايا في الصقلاوية وبزيبز على يد الميليشيات وإعدام آخرين منهم. منظمات دولية وتقارير أممية ومحلية أكدت وجود عشرات الآلاف من المغيبين قسرا في العراق، لا سيما في الفترة التي أعقبت عام 2014 في الوقت الذي ينكر فيه العبادي وجود معتقلين أو مغيبين في سجون الميليشيات والقوات الحكومية. أي منطقة بدون إنذار إذا أكو شيء يروحون يحفرون، إذا يدعون أكو مقابر أو فش من القبيل أو أي شيء، لم يحصل على شيء. يناقض نفسه وكأن الأمر لم يكن. فتشكيل العبادي نفسه لجان تحقيق في فترة حكومته بخصوص المعتقلين والمفقودين لا يدع مجالا للشك أن إنكار وجود مغيبين ومعتقلين تأكيد على تصفيتهم، لذا كان لزاما على العبادي وغيره إغلاق باب السؤال عنهم وطي هذا السجل المأساوي دون محاسبة المجرمين. المغيبين مختفين قسريا نقول ممكن نسميه المغدور. مغدور. رسالة واضحة لمن يبحث أو ينتظر عودة قريبه المفقود، لا تتعب نفسك، ف
فلم يبق منهم أحد. لكن في المقابل لن يتوقف ذوي المغيبين عن المطالبة بالكشف عن مصيرهم ومحاسبة خاطفيهم طال الزمن أم قصر، وفقا لمبدأ الجرائم لا تسقط بالتقادم. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.